اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا، يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علي فتوح عبادك العارفين. اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك. اللهم اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الفتاح. اللهم ارزقنا فلاحا في الدنيا، ووفقنا في أمور دنيانا، وارزقنا جنتك في الآخرة. اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين. اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين. اللهم لك الحمد يا من علم الأولياء والصالحين. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريب غير بعيد، ويا شاهد غير غائب، ويا غالب غير مغلوب. صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك
سميت به نفسك أن ترزقني علما وفقها وإخلاصا في الدين وارزقني الفلاح في الدنيا والتوفيق. اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا. اللهم سخر لنا من يكون لنا عونا على ما نريد وما لا نريد من أمور الدنيا والآخرة. اللهم أسألك أن تيسر لي وتجعل الخيرة في أمرنا. اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك التامة أن تيسر لنا أمورنا. اللهم إني توكلت عليك وبك أستعين لا مانع للشر إلا أنت ولا جانب للخير إلا أنت لك الصلاة والدعاء والسمع والطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أدعوك باسمي وباسم كل من نطق الشهادتين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم أعنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا وأكثر أرزاقنا يا رزاق يا كريم. اللهم يا مسهل الشديد ويا منين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك أدفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم أسألك أن تيسر لي وتجعل الخير في أمرنا. اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك التامة أن تيسر لنا أمورنا. اللهم إني توكلت عليك وبك أستعين لا مانع للشر إلا أنت ولا جانب للخير إلا أنت لك الصلاة والدعاء والسمع والطاعة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.